قصة تشيع وأسباب تشيع جعلت من شيخ سلفي تونسي متعصب يتشيع لنور محمد وآل محمد. من ضمن هذه الأسباب وأبرز هذه الأسباب هو أو هي أحداث غزة الأخيرة. هذا الموضوع راح ينقله إن شاء الله إن الشيخ أو السيد الفاضل السيد التيجاني لنستمع إن شاء الله، وعندنا تعقيب مهم على بعض النقاط المهمة نستمع بعد أن نصلي على محمد وآل محمد. ونحن كشيعة أهل البيت نعمل جميعا على توحيد الأمة الإسلامية، ولا نقر بالتفرقة ولا بالنفور. هذه مقدمة. كنت أروي له بالأمس قصة طريفة لا بأس نعيدها على حضراتكم. لي صديق متعصب ضد الشيعة سلفي، ولكنه يحفظ كتاب الله حبا متراكما، ويحفظ صحيح البخاري بأكمله، وله أتباع، وهو إمام يصلي بالناس. يعني أنا طبيعتي لا أحب النفور ولا معاداة البشرية، أقبل الجميع. علمني أمير المؤمنين سلام الله عليه: ألف صديق قليل وعدو واحد كثير. ما أحب أعادي الناس، رغم أنه يعادي الشيعة ويكفر الشيعة، فكنت أتودد إليه. أوصلت له كتاب ثم اهتديت، قلت له: يا حبيبي اقرأ هذا الكتاب لعلك تجد فيه أخطاء فتوجهني إليها لعل يكون منك الإصلاح. وأنا آمل أنه إذا قرأ الكتاب سيتحول قطعا، لأن كل من يقرأ كتاب ثم اهتديت بحول الله يتحول ويتغير ويتبدل. إن لم يكن 100% خليه يكون حتى 30% فقط. المهم أنه لا يعادي أتباع أهل البيت عليهم السلام. قامت حرب غزة، الطوفان الأقصى كما تعلمون جميعا. وبعد شهرين من قيام الحرب ذهبت إليه وأنا على وشك السفر إلى إيران، وسلمت عليه. اسمه المولدي، كل بين قوسين جماعة أهل السنة كل من يولد في المولد النبوي الشريف يسموه المولدي. يا مولدي السلام عليك. قالوا: عليكم السلام. هل قرأت كتابي؟ قال: لا، ما قرأت كتابك. فاستغربت، قلت له: كتابي صغير والناس تقرأه في يومين أو ثلاثة، ومنهم من قرأه في ليلة واحدة، كيف أنت شهرين كاملين ولم تقرأ منه حتى صفحة واحدة؟ فقال لي: أتريد مني أن أتشيع؟ هكا بهذه اللهجة. قلت: وما يمنعك؟ شو المشكل؟ قال لي: تشيعت قبل قراءة كتابك. استغربت: ما الذي شيعك؟ قال لي: شيعتني غزة. كيف شيعتك غزة؟ قال لي: حسبتها وجدت أن إيران كلهم شيعة ويريدون تحرير بيت المقدس، وهؤلاء السنة يطبعون ويعينون إسرائيل. خلاص أنا تشيعت. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بيت القصيد. يعني هذا الإنسان المتعصب ضد الشيعة الذي يكفر الشيعة يتشيع من أجل غزة، أو شيعته غزة كما يقول، لأنه حسبها ووجد أن الشيعة هم المجاهدون، هم الأحرار الذين لا تأخذهم لومة لائم، هم الوحيدين الذين يقاتلون ويدفعون في ذلك الغالي والرخيص في سبيل تحرير بيت المقدس، بينما غيرهم ممن يدعون الإسلام السني
ممن يدعون أنهم أتباع السنة النبوية يعينون إسرائيل، يفتحون لها طريقا بريا لإيصال الغذاء وكل ما تستحقه، بينما إخوانهم الفلسطينيين يموتون جوعا وما قدروا يدخلون لهم قارورة من الماء. هذا فكر بعقله وحسب أن هناك كتلتين، كتلة مجاهدة في سبيل الله وكتلة خائنة خانعة ذليلة، فقال تشيعت. ولما تكلمت مع صديقه، له صديق أيضا في نفس المستوى تقريبا، قلت له أتدري ماذا قال لي المولدي؟ حكيت له في التليفون، فقال لي يا سيد هذا هو حديث الساعة، حديث الساعة، يعني كل عالم يتكلم في هذا الموضوع، لأن الشيعة بهروا العالم بهذا الموقف، شيعة علي بن أبي طالب الكرار، حتى أنه سمعنا نداءات في غزة يا يهود خيبر يقول أن جيش محمد سيعود، في الحقيقة هو جيش علي سيعود، جيش علي سيعود، وهذا الواقع. لأننا في التاريخ الإسلامي السني وليس الشيعي بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر أبي بكر ورجع مهزوما من الغد، بعث عمر ورجع مهزوما، والمؤرخون يقولون بأنه كان يجبن أصحابه، بل وأصحابه يجبنونه، يقولون هو السبب. ولذلك ابتأس رسول الله صلى الله عليه وآله وقال كلمته المشهورة: غدا غدا لأعطين رايتي إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا ليس فرار، امتحن الله قلبه للإيمان. الصحابة كلهم لما سمعوا هذا الكلام وهذا الشعار كلهم يقولوا بتنا ندك كلنا يرجى أن يعطى هذه الراية، كل واحد يتمنى أن يكون هو صاحب هذا النشان الكبير. قال: فلما أصبحنا تطاولت الأعناق، كل واحد يخرج رأسه ويستنى شكون يناديه الرسول، فقال: أدعو لي عليا. وهنا التساؤل، لماذا لم يبعث علي من الأول؟ ما تعرف كرار ليس فرار يا رسول الله، لماذا لم ترسله من الأول؟ وهنا وقفة معكم جميعا يا طلبة، وأنا صاحب الوقفات، أنا لما أمر على حديث أحلله ما أمر عليه مرور الكرام. لماذا؟ أولا ليثبت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يمكن فتحا مبينا ونصرا كبيرا إلا براية حقيقية هي راية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والتي كان لا يحملها غير علي بن أبي طالب. ثانيا لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوقفنا على أسرار الصحابة كلهم، وأصاب علي بمرض في عينيه فكان لا يبصر، ولذلك لم يدعوه رسول الله، مريض. فلما أصبح قال: أدعو لي عليا. قيل: يا رسول الله علي يشتكي عينيه لا يبصر لا يرى. قال: أدعو لي عليا، جيبوه، معليش جيبوا. فجيء به يقتادونه يقودوا فيه، يعني ما يشوفش الرجل. فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبصق في كفه ومسح على عينيه فبرأ لوقته. هذه أيضا يسجلها المؤرخون كمعجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويقولوا سيدنا عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى، هذه معزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان علي أعمى فبرأ لوقته، فتحت عيناه ببعض البصاق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ودفع الراية إليه، تفضل. قال: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ قال: على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. بصورة مباشرة تعقيبي، هو تعقيبي عفوا حول طريقة الدعوة. يعني السيد التيجاني عندما عرض كتاب ثم اهتديت، عرض الكتاب وقال له: قد تكون هناك أخطاء، أو هل هناك أخطاء صحيحة لي؟ هذا الأسلوب اللي يجعل الطرف الآخر بصورة أو بأخرى يتقبل كلامك، وإن كان كلام ضدك وضد مذهبك وضد اعتقادك. نعم، السيد التيجاني عندما عرض كتاب ثم اهتديت على هذا الشيخ السلفي المتعصب الذي يرى بكذا للشيعة وعلى الشيعة، كانت الطريقة راقية، وكانت الطريقة جميلة جدا، وكانت الطريقة تدرس عندي. أو هل هناك كتاب ثم اهتديت؟ أهديك كتاب ثم اهتديت، أنا أنقل الكلام نصا لعلك تصلح الأخطاء. كلام السيد التيجاني مثل ما قلنا هو كلام مهم جدا، بأنه يتبع الشخص اللي يعني يتبع أو يريد يدعو الناس لنور محمد وآل محمد. بالإضافة إلى نقطة مهمة أو ملاحظة فنية، تم اقتطاع بعض جمل بسيطة جدا من الفيديو خوفا وحرصا إن شاء الله على الفيديو، لكن كل احنا ان شاء الله يعني اشخاص نمتلك فهم وعلم، نعرف عن ماذا يتكلم السيد التيجاني. لا نريد ان نطيل اكثر، فقط اقول نعم نعم نعم، غزة جعلت الناس تتشجع لنور محمد وآل محمد. سبق وان نقلت مقاطع فيديو بهذا الخصوص ببرنامج سؤال بريء. نعم، غزة او بعض من يعني شبان أو بعض من شباب أو بعض من سكان غزة ينادون يا حسين، وهذه الأمور يعني مصورة. أخواني أخواتي، تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.